وفي معرض الشارقة الدوري للكتاب عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم عن سعادته لتواجده بين الجمهور والقراء والطلبة بشكل خاص في المعرض، وأكد سموه خلال كلمته للوزراء على رمزية هذا الاجتماع، حيث قال سموه: نجتمع اليوم بين الكتب والقراء وأصحاب الفكر لتأكيد التزامنا وتشجيعنا للجميع على القراءة وتحويل المعارف والعلوم إلى تطبيقات عملية تخدم تطلعاتنا، مضيفا لأن الكتاب هو وعاء العلم والحضارة والثقافة والمعرفة والأدب والفنون، والوسيلة التي تمكننا من رسم قصة نجاحنا والمستقبل الواعد لأبنائنا. ورافق سموه خلال زيارته للمعرض سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، والشيخ بدور بن سلطان القاسمي رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، رئيس التنفيذي لمجموعة كلمات، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل. وقال سموه: بدأت حكومة المستقبل أولى اجتماعاتها اليوم من وسط ملايين الكتب، شكري وتقديري لأخي الشيخ الدكتور سلطان القاسمي على هذا الصرح وهذه التظاهرة. وأشاد صاحب السمو برؤية ومبادرات صاحب السمو شيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، التي جعلت للثقافة والمعرفة أسلوبا إماراتيا للحياة بامتياز، حيث قال سموه: أخي الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي أسس أحد أكبر وأهم المعارض للكتاب والنشر في العالم، وفتح بجهوده ومبادراته الأبواب للاطلاع على العالم ومعارفه وتاريخه ومستقبله. وقد تجول سموه في أروقة المعرض مطلعا على ما تقدمه أجنحة الدول المشاركة ودور النشر من معروضات وإصدارات. واستمع سموه خلال الجولة إلى شرح من سعادة أحمد العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب حول المعرض وتاريخه وحجم المشاركة فيه وعدد زواره وما تعرضه دور النشر والجهات المشاركة. كما زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم جناح المملكة المتحدة ضيف شرف المعرض لهذا العام، مطلعا على ما يضمه من معروضات ومنشورات أبرزها أقدم مخطوطة للقرآن الكريم. وزار سموه كذلك جناح جمعية الناشرين الإماراتيين، حيث اطلع على أبرز المعروضات والمبادرات، وعرب سموه عن تقديره لجهود القائمين على معرض الشارقة الدولي للكتاب. كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم أن دولة الإمارات تستثمر في الثقافة والعلوم لأنها تعي أن الثقافة رمز لتقدم الشعوب وتحضرها، حيث قال سموه: التنمية الحقيقية في الاستثمار الثقافي والمعرفي لبناء الأوطان، والإمارات اليوم وجهة للكثيرين بما تضمه من حراك ثقافي وتنوع معرفي. وشدد سموه على أن حكومة الإمارات وضمن استعدادها للمئوية أضافت ملفات وطنية جديدة تتعلق بالعلوم والمهارات المتقدمة، وأن المعرض فرصة للباحثين والقراء للنهل من هذه العلوم والبحث في الكتب، حيث قال سموه: أضفنا للحكومة مؤخرا ملفات جديدة في العلوم والمعارف المتقدمة، رهاننا على أبنائنا وشبابنا ليكونوا رواد المعرفة نحو المئوية.